واحد من أشهر المديرين الفنيين اللي دربوا في القارة الأفريقية، اسم كبير درب عدد كبير من المنتخبات والفرق في القارة، وأيضا بالتأكيد درب نادي الزمالك. المدير الفني الألماني أوتو فيستر معايا عبر زوم. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. اوكي، جوتن تاك، سلام عليكم. السلام عليكم، اهلا بكم. بداية بالتأكيد كلنا هنا كشعب مصري وبالتأكيد أيضا جماهير نادي الزمالك تحب تطمن عليك في الفترة الحالية. إنني على أمر ما يرام وكل شيء يمشي يسير بشكل جيد. والآن أعمل في تدريب المدربين. طيب بداية كده قبل ما أسألك على نادي الزمالك وأمور كثيرة تخص الكرة المصرية، هبدأ بالنادي الأهلي اللي حصل اليوم على برونزية كأس العالم للأندية. هل تابعت المباراة؟ هل تتابع البطولة؟ هل تتابع كمان فوز تشيلسي اليوم بهذه البطولة؟ رأيك في أداء النادي الأهلي وفوزه بالبرونزية للمرة الثالثة؟ يا ich finde sie haben gut gespielt. Ich habe das Spiel heute gesehen. لقد تابعت المباراة اليوم وأظن أن الأهلي لعب مباراة جيدة، وكان لديهم مهارة قدرة تكتيكية عالية وقدرات فردية رائعة، ومع أنهم لعبوا ببعض اللاعبين الذين كانوا مراهقين نتيجة مشاركة بعض اللاعبين في مباريات كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب الوطني. أسألك كمان عن نادي الزمالك. الزمالك اليوم لعب مباراة مع بيترو أتلتيكو في دوري أبطال أفريقيا في مستهل دور المجموعات بدوري الأبطال. الزمالك اليوم كان على وشك الخسارة لولا التعادل في اللحظات الأخيرة. هل تابعت المباراة؟ هل سمعت أخبار عن هذه المواجهة؟ Ich habe das Spiel nicht gesehen, kann ich nicht zu sagen. للأسف لم أتابع هذه المباراة وليس لدي شيء لأقوله لذلك السبب. Ich habe Nachmittag Hilal gegen Al Ahly gesehen. Das habe ich nicht gesehen. ولكنني تابعت مباراة الأهلي بشكل جيد، للأسف لم أتابع مباراة الزمالك. هل تتابع بقى الزمالك في الفترات الأخيرة ولا بقالك فترة ما اتفرجتش على الزمالك؟ بشكل عام. للأسف لم أتابع مباريات الزمالك منذ فترة طويلة. لأنه بسبب وجودي في أوروبا لا أستطيع متابعة كل المباريات الخاصة بالزمالك أو المباريات الموجودة في الشرق الأوسط. هل تتواصل حتى الآن مع أي من لاعبي نادي الزمالك السابقين، مع مسؤولي نادي الزمالك السابقين، ولا انقطعت العلاقات تماما؟ للأسف لم أعد على تواصل مع أي من اللاعبين. طيب الأصل في هذه المداخلة هو أسألك عن منتخب مصر ومشاركته في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة. كان رأيك إيه في هذه المشاركة للمنتخب المصري؟ أعتقد أن المنتخب المصري لعب وصل للنهائي، ولكنه من وجهة نظري لعب مباراة جيدة واحدة، وكانت مباراة الزمالك مباراة المغرب عفوا. وأن خطة اللعب بأربعة في المؤخرة أفقدت المنتصف الملعب بعض اللاعبين. ولكن قد يكون ذلك بسبب اعتماد المنتخب الوطني بشكل أساسي على اللاعبين المحليين في الوقت الذي تعتمد كل الفرق على اللاعبين الأوروبيين.
إلا أنه مع استدعاء بعض اللاعبين من الذين يلعبون في أوروبا لم نجد هذا التناغم بين اللاعبين. رأيك إيه في المستوى اللي قدمه محمد صلاح في هذه البطولة؟ محمد صلاح كان وحيدا في المقدمة. في ليفربول يلقى الدعم دائما من لاعبي خط النص من أرنولد ومن فيرمينيو، والفريق يلعب بطريقة مختلفة تماما، ولكن في المنتخب المصري يلعب له اللاعبون الكرة طولية طول الوقت ولكنه يبقى وحيدا لا يجد أي دعم، ولذلك لا يستطيع تكملة الكرة واحدة. مواجهة مصر مع المنتخب السنغالي في تصفيات كأس العالم، شايف مين المرشح اللي حظوظه أقرب للفوز بيها؟ المصريين لديهم حظوظ عالية، ولكن عليهم أن يغيروا خطة اللعب ليتعامل مع المنتخب السنغالي بشكل جيد، ولابد الاعتماد على بشكل أفضل واستغلال الدكة بشكل جيد، والإدارة من القيادة الفنية تكون بشكل أفضل. يتمتع المنتخب المصري بالعديد من اللاعبين الجيدين فرديا، ولكن على المستوى الجماعي هناك قصور بعض الشيء. ومن المنتظر أن يلعب المنتخب المصري المباراة الأولى في القاهرة والمباراة الثانية في داكار، فقد يكون ذلك صعبا عليهم في داكار. واحد من اللاعبين المهمين جدا بيلعبوا في الدوري الالماني في الوقت الحالي هو عمر مرموش، رايك ايه في اداء عمر مرموش؟ وهسالك سؤال مرتبط بده، ليه ما نشوفش لاعبين مصريين، او ايه هي او هو ايه هو الطريق اللي ممكن يخلي لاعبين مصريين موجودين في الدوري الالماني بعدد اكبر؟ يا das ist halt eine Frage vom System wissen Sie. الأمر يتعلق بالمنظومة العمل في الفريق، وأنه من الصعب بشرح ذلك. مرموش لعب في الجهة اليسرى للمنتخب الوطني، ولكنه كان متأخرا بشكل كبير في منتصف الملعب، لذلك لم يكن قادرا على التواصل مع باقي اللاعبين والفعالية الهجومية. ولكن المنتخب المصري كان يعتمد على منظومة دفاعية كبيرة، لذلك بقي معظم اللاعبين معزولين، اللاعبين الهجوم معزولين، على العكس من أداء الأهلي اليوم. لعب الأهلي مباراة هجومية ومنظومة هجومية كاملة، لذلك استطاع أن تحقيق شكلا جميلا أو شكلا رائعا في الأداء اليوم. ولكن المسؤولية لا تقع فقط على المدرب، ولكن اللاعبين أيضا مسؤولين عن ذلك. محمد صلاح كان أيضا على سبيل المثال معزولا، كان يلعب وحده في الهجوم، دائما كان وحده. سؤالي الأخير ليك، هل اشتقت لمصر؟ آخر مرة وصلت فيها لمصر حتى لو كان على سبيل الزيارة كان إمتى؟ حابب ترجع قريب لمصر؟ بكل سرور، أنا أحب مصر كثيرا، ولدي شوق كبير إلى العودة إليها. وإذا كان لدي الفرصة للعمل في مصر مرة أخرى سأرحب بذلك جدا. نادي الزمالك مثلا؟ لا، إنهم لديهم الآن مدرب جيد.
المدير الفني الألماني أوتو فيستر واحد من المدربين الكبار في اللي اشتغلوا في القارة الأفريقية. أنا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني.